أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالمقضي والقضاء في قول السفاريني رحمه الله: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء؟ أي نعم، أن تر بالقضاء، لكن المقضي من الجرح أو موت القريب أو هذا ما يلزم إنك تحبه وأنك تتلذذ به، لكن من حيث أنه قضى وقدر ترضى به، من حيث أنه مؤلم وشاق على النفوس ما يلزمك أنك تتلذذ به وتقول هذا من الرضا بالقضاء، بل يجوز لك تتألم وتخبر عن الألم وتذهب إلى الطبيب يعالج، تعمل الأسباب للعلاج، وليس هذا اعتراض على القضاء والقدر، إنما هذا من اتخاذ الأسباب النافعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.